ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين للفقرة الثانية في برنامجكم تسليط الضوء. وأحب أرحب برضو بضيفي أستاذ حسين الأسيوطي، عضو المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية. أهلا بك أستاذ حسين، منورني في الاستوديو. وطبعا برحب بضيفي كان معايا في الفقرة الأولى ومكمل معايا في الفقرة الثانية، الأستاذ عادل محمد عوض، موظف بالمعاش، منورني ومشرفني بصراحة. الله يخلي حضرتك. خلينا نرجع للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل، لأن هي نقطة هامة جدا جدا، وهي كورونا في بئر الحرمان بقى زي ما لقبته، او في بير ام سلطان تحديدا. اتفضل. فبقول لحضرتك دلوقتي بالنسبه للكورونا، الموجه اللي جايه كده شديده دي، لا تلتزم منا احنا اللي احنا نلتزم كلنا بالمعايير اللي هي التباعد، اتباع التعليمات طبعا. الكلام ده انا عايز اعرف يعني مين المسؤول بالمرور على المحلات او على المقاهي او على الاماكن اللي هي ديت اللي هي فيها المأكولات والكلام من ده، تمام، مين المسؤول بيها عشان يمنع الحاجات دي ويخلي الناس تلتزم كقرار اللي نزله السيد رئيس الوزراء. الكلام ده طبعا فاهمه حضرتك، يعني انت تقصد المفروض ان احنا يبقى في مراقبه، في متابعه على اللي هيتم ده كله. ايوه طبعا. يعني انزل الاقي الشيش مثلا، تلاقي الشيش في الهواء كتير ونازله بصفه طبيعيه، ده بيشرب مكان ده بيشرب مكان ده، ما هو ناقل العدوى ده. ثانيا اصلا العمال اللي بتقعد على القهاوي دي هنا اللي في البساتين بتطلع مدينه نصر، بتطلع شغل في مصر الجديده، بتطلع هنا بالتلقاء بيتعامل معاهم مع الناس اللي هناك. ممكن هينقل الوباء في اي مكان. خليني اسالك سؤال معلش للاهميه، بس عايزه اعرف، هل حصل لا قدر الله وحد اتصاب في منطقه بير ام سلطان بكورونا؟ كتير حصلت اصابات. ده لسه عندي واحد اسمه الحاج زكريا بنته اصابت، جه كان بيشرب حجر شيشه مش عارف ولا كان بيشرب يعني فيه. معنى كده ان ظهر وحصل فعلا، حصل كتير، والاسعاف بتاخد كل يوم من منطقه البير. طب العظه فين بقى؟ او التنبيه الناس بقى الكبار. ما بصي حضرتك، احنا كمواطنين او اصحاب محلات او كلام من ده، ما بنلتزمش الكلام ده الا ما بيكون فوقينا رقيب. لو ما عندناش رقيب، انا نفسي ما بعتلوش رقيب لنفسه. ليه؟ لانه ما بيشرب بقى رقيب على نفسه، هو عايز يفتح ياخد فلوس، اكيد حاجه بتجيب له فلوس، مش مهم ده ان ده يتنقل ليه المرض او ده يتنقل ليه المرض، مش مشكله. المشكلة أهم حاجة إنه هو يكسب. يعني الموضوع أهم ما فيه الرقابة، 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 لأن الموجة الثانية هي أوريدي موجودة يا جماعة وخلاص، يعني ناس كتيرة قوي تعبت وناس كتيرة جالها الموضوع، ملحوظ جدا وملموس ومسموع ومتشاف، والناس كلها بتحصل كل يوم بنلاقي حالات كورونا كتير. فالوعي الوعي الوعي والرقابة هي أهم حاجة، الرقابة حضرتك أهم حاجة، الرقابة من ده كله في كل حاجة بصراحة. الرقابة هتنزل تمنع ده كله، شيل الشيش زي ما كنت رئيس حي الزيتون نزل خد مسك القهاوي كلها خد منها الشيش، منع الشيش. ما هو موضوع ده كله يندرج تحت بند الرقابة. ما هي الرقابة فين؟ الرقابة غايبة. نداء للرقابة إن شاء الله. طيب أستاذ حسين منورني دايما. وخليني اقول كان معايا في الفقره الاولى مكالمه هاتفيه من السيد اللواء احمد جوده رئيس حي البساتين، وبصراحه يعني احنا قلنا له معانا ناس من منطقه بير ام سلطان عندهم استغاثات ونداءات لحضرتك، فالراجل رحب جدا حق يعني يقال، وقال انا موجود وتليفوني مفتوح 24 ساعه لو في اي حاجه انا موجود تحت امر الناس. تحب تقول له ايه؟ احب اقول له انزل الجماليه، احب اقول له انزل السيده عائشه، انزل السيده زينب، انزل السيده نفيسه، انزل القلعه، انزل شبرا، انزل الدويقه، انزل اي منطقه تانية لو لقيتها زي منطقتنا احنا راضيين بيها. احنا عايشين فيه، احنا عايشين في وباء، احنا متدمرين خالص، احنا ميتين، بير ام سلطان ميته مش محسوبه على الخريطه خالص. طب ده كمان يعني بيقولوا ان في موضوع كورونا زاد كتير كمان عندكم. جامد. ايوه جامد. وفي ناس ماتت توفت الى رحمه الله، رحمهم الله طبعا. ما هو كتير ناس كتير اكيد طبعا. هذا اللي انا بطلبه من رئيس الحي، ينزل يشوف المناطق دي كلها ويجي يشوف منطقه. لو حضرته نزل بس بحمله مره بالليل الساعه 1 بالليل او مش الساعه 2 حتى بالليل، هيشوف المحلات، يشوف القهاوي، ويشوف الحاجات دي، وهيشوف مدى الشيش قد ايه، ومدى عدم التزام بتقديم المشروبات في كباب البلاستيك، الكوبايات البلاستيك. ايوه هتلاقي وكورونا وفي الشيش بس. لا بتاع الفراخ حاطط غلايه كبيره في وسط الشارع تحت البلكونات ويسقط فيها الفراخ، وطول النهار مليانه ميه بتغلي وبخار طالع، ما ده مرض، ده كله وباء. وكله وباء. طبعا. بتاع السمك بنفس النظام.
بتاع اللحوم بنفس النظام. طيب أنا بطلب كمل نداءك، كمل نداءك يعني اولا لسياده اللواء احمد جوده رئيس حي البساتين، وضح له رسالتك والاستغاثه ايه وايه وايه. استهامي كبير ام سلطان، استهامي بشارع الزهور. تمام. شارع الزهور في ناس ميته خالص، ناس كل يوم مش عارف الاسعاف تخش لها، شقق بتولع ومحدش بيقدر يخش لها. احنا متدمرين خالص. اكيد طبعا يعني. متدمرين متدمرين متدمرين، ومعايا فيديوهات بالمنطقه كلها. في شارع شارع. يعني المنطقه كلها انا مصورها. تمام. بمداخلها بكله، ما عندناش مدخل سليم. يعني عشان نعدي ونخش بيوتنا بنعدي بزباله. طب في ايه تاني برضو عايز تناشد بيه او النداء برضو تكمله ولا؟ احنا بنناشد برضو السيد رئيس الحي اللي هو احمد جوده، بنناشده بنقول له حضرتك شوف لنا جهه رقابيه تنزل تشوف القهاوي عشان لحد نحد من اصابات الكورونا اللي موجوده. ما هو دي مشكله احنا عرفناها، اللي هو حضرتك بتناشد ان عايزين رقابه على القهوي. طب احنا معانا فيديو استاذ حسين، اشرح لي الفيديو ده عن ايه. ده شارع الزهور. تمام. عايز اعرف في عربيه اسعاف تعرف تخشه؟ في عربيه ما تقف تعرف تخش لو حاجه ولعت؟ ده كده المفروض. ده شارع رئيسي. الشارع ده فيه فوق ال 35,000 مواطن. شارع مساحته طويله جدا، مودي من البساتين لدار السلام. من اوله لاخره مقفول بنفس القفله، ما بيعديش يعني ثلاث انفار، يعني انت شايف اهو اتنين بالعافيه. طب صح، هنا لو حصل اي كارثه من انا عايز ادخل الاسعاف هنا، عايز عربيه الموتى تخش، عايز عربيه المطاف تخش للناس، تلحق الناس اللي جوه، الناس اللي بتموت كل يوم. ده كل الشارع كده؟ كل الشارع كده من اوله لاخره، الشارع من اوله لاخره. البياع واخد فوق الخمسه متر، واخد حقه فوق حقه، والمحلات فاضيه. 3 متر 4 متر بره دكانته، عامل دكان ده. ده كل ده الشارع، ده الشارع عندك كله. عندك العلاف برضه فارش في الشارع اهو كله. يعني الناس دي كلها محلاتها مش مكفيهم فطالعين بره المحلات كمان. بص مفيش حد يعرف يعدي، عيله ومش عارف يعدي. مش عايز يلتزم، هو محله من جوه فاضي. قفصت الفراخ دي 3 متر ونص. 3 متر ونص؟ ايوه بره في الشارع، وبعديها حاطط اقفاص. القفص ده طوله متر و20. ايوه. دي مش عارفة اقول يعني. صعب الشارع. طب لو القماش ده لو واحد رمى معاه بسجارة من فوق من القماش ده هيولع، هتحصل حاجة. هيلحقوا بقى ازاي يطفوا كل الليلة دي؟ يا ريت يشوفوا بتاع سيد مدير شرطة المرافق بتاع محافظة القاهرة، يشوف يتفرج على الفيديوهات دي ويتفرج على الاشغالات دي ويتفرج على الناس طالعة قد ايه بره. لا هو مصير البياعين كلها تتحط عليها غرامات، البياع اللي يغرق بره يبقى عليه غرامه. انا شايفه الشارع يعني بتهيألي ده اطفال ماشيين جنب بعض، خلاص الشارع كده مسدود. قفل مقفول اهو من اول لاخره، ما حدش بيعرف يعدي. مفيش عربيه اسعاف بتخش، لا يمكن. هو شوف سيادتك قد ايه؟ صعب جدا. القفاصه دي 3 متر ونص. ومراوح في الشارع وتنت في الشارع وكله. طب يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه، بس هو الموضوع صعب قوي. المفروض اللي انا بطلبه من رئيس الحي ينزل عندنا الساعه 3 بالليل، ينزل الساعه 4 الفجر، يصلي الفجر ويخش المنطقه. سيادة اللي هو بيتفرج دلوقتي بيشوف الفيديوهات دي، هو سيادته لو يرضى لنفسه الكلام ده. لا هيرضي. لا هو طبعا ما يرضيهوش طبعا. مع كامل الاحترام والتقدير لسياده اللواء احمد جوده رئيس حي البساتين، كامل الاحترام والتقدير لحضرتك. وهو قال قولوا لي ايه المشكله، وانا يعني انا هشوف ايه الموضوع. المشكله شارع الزهور يتفتح، البياعين تلتزم. انا مخالف اشال كله، كلنا فوق، محدش فوق القانون. تمام. يعني انت بتطالب او بتستغيث، خلينا نقول بتستغيث من سياده اللواء ان موضوع الشوارع المقفله دي خالص. تمام. لان طبعا واضح جدا في الفيديو معانا اهو، المشاهدين شايفين الفيديو، صعب جدا. مفيش فكره عربيه موتى او اسعاف او مطافي. وطبعا يعني خلينا نقول المطافي والاسعاف دول حاجه مهمه جدا، الاثنين قصاد بعض، بياع قصاد بياع بيعاندوا في بعض. صعب جدا طبعا. طبعا صعب جدا. يعني مين يقدر يطلع بحد في حاله حرجه او لا قدر الله في حريقه او حاجه لا قدر الله، يعني هيلحقوها ازاي؟ فده صعب جدا. اسالك سؤال. اتفضل. المكرونه اللي هم عارضينها في الشارع، هل المكرونه بتتغسل ولا بياخدوها بيسلقوها على طول الناس؟ لا طبعا بيسلقوها على طول. معروضة للشارع للدبان ومرض الفراخ ومعروضة لكل كلها. ما هو ده المرض اللي احنا بيجي لنا، ده الفشل الكلوي اللي بيجي لبير ام سلطان كل يوم. دي المصيبة اللي احنا فيها كل يوم. اكيد طبعا. يعني انت كده خلينا نوضح او نحدد، انت بتناشد بايه؟ موضوع الشوارع المقفولة تتفتح. تمام. ايه تاني؟ موضوع الكمامة. الكمامة. وزارة الصحة، وزارة التومين يشتغلوا. احنا عايزين نعرف اللحمه ام 50 جنيه بتتباع في المنطقه دي لحمه ايه؟ احنا عمرنا ما سمعنا لحم صافي ب 50 جنيه.
لحم بيجي من الفيوم وبيجي من اخر الدنيا في عربيات بالفجر وبينزل المحلات وبيتباع ب 50 جنيه لحمه ايه؟ معلهاش اخدام يعني؟ معلهاش اخدام. والختم بيتعمل في داخل المنطقه. احنا عاوزين الصحه وعاوزين التومين ينزل الرقابه. ثانيه واحده، يعني معنى كده ان اللحوم بتيجي لمنطقه بير ام سلطان وبتتباع ليكم ايا كان بالمبلغ اللي انت بتتكلم عليه 50 جنيه معلهاش ختم؟ معلهاش ختم، الختم بيتعمل. طب والناس بتشتريها ليه؟ بيجيبوا البتاع بتاعت الذره، الذره الشامي. الناس ظروفها تعبانه والناس مش لاقيه اي حاجه. لحمه ب 50 جنيه ويقول لك لحمه بلدي. طبعا ده دور رقابي طبعا. طيب ايه تاني؟ خليني برضو معاك، ايه اعرف ايه تاني؟ عاوز يعني يبقى في ضمير للدنيا كلها، يبقى عندنا ضمير، نبقى يد واحده. اصل احنا عندنا فرصه دلوقتي مشكورا 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 مع كامل الاحترام والتقدير والتحيه الطيبه لسياده اللواء احمد جوده رئيس حي البساتين، ان هو تلقى مننا الاتصال ورحب بينا جدا وقال انا ما عنديش مشكله قولوا لي ايه اللي المطلوب ويتعمل. فهو اكيد بيتفرج علينا دلوقتي، فانت قول ايه المشاكل عشان هو يبقى عنده خلفيه باللي بيحصل. المشاكل انت قلت موضوع اللحوم، ان في حاجه في الموضوع غامضه. ايوه حاجه غريبه، القمامه، الكمامه، الشارع الشوارع اللي هي مسدوده ما بيعرفوش يا فندم يعدوا منها عربيه لا موتى ولا اسعاف ولا مطافي، وحضرتك اكيد مقدر الخطوره في الثلاث نقاط دول. ايه تاني؟ الاشغالات اللي طالعه بره المحلات اللي هي ب 2 متر و3 متر في الشوارع الرئيسيه، الشارع الجديد وشارع محمد سعيد، شارع مجمع المدارس. تمام. اللي هو حضرتك شارع ده مجمع مدارس فيه اكتر من حوالي 4000 5000 طالب، طلبه صغيرين، على نصيته القمامة وعلى نصيته قهاوي، كل السور كله بتاع المجمع كله قهاوي وكله كراسي وشيش وكل ده. ده طبعا ما ينفعش خالص. ما هو من ضمن الحاجات موضوع القمامة. سيادة الرئيس الحي لو حضرته نزل في وهو بس كده مع نفسه بعيد عن اي حد موظفين من اللي عنده هيشوف كل ده بعينيه. هو ما يعرفش موظفين، يلزم منه بس ما ينزلش، لان الموظف مش انا بقول له الموظفين اللي مع حضرته دول من قبل الثوره وكان بيحصل مواقف وحشه، فانا مش عايزين نتكلم في مواقف بدون الخوض في أيوة أيوة فيما كان قديما طبعا. انا بقول ايه، وخلينا سيادته هو جه، هو سيادته احنا بنناشد سياده اللواء شخصيا وبنوصل له الرساله، بنوصل له الاستغاثه مشكورا، وبنقول له التفاصيل والحاجات اللي احنا محتاجينها في منطقه بير ام سلطان. احنا بنستغيث بحضرته وبنشكر حضرته. أكيد طبعا أكيد، لو ما كانش في النية ما كانش رد علينا، لو ما كانش في النية ما كانش قال أهلا بأي حد، لو ما كانش في النية ما كانش قال عرفوني إيه المطلوب وإيه اللي محتاجينه. فإحنا بنوضح له الرسالة تاني اللي هو القمامة، الشوارع الضيقة اللي محتاجين إن يبقى فيها الإشغالات دي تخلص، المقاهي، الموضوع الرقابة على اللحوم، موضوع الرقابة على المقاهي، ودي طبعا دي أكيد أكيد وعلى طول الفراخ بالذات، يعني الغلايه المايه تبقى ملتزمه جوه. ما هو كده رقابه صحيه، مش تحت البلكونه، ما هو ينزل بقى تحت البلكونه الناس كلها تشم الهواء بتاع المايه الصاد. ده مرض. ايه تاني؟ يعني احنا ناقصنا حاجات ياما في المنطقه، عايزين خدمات بجد. انت قول بقى، يعني هو ايه ايه يعني وايه 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 محتاجينه في المنطقه؟ ما هي دي الحاجات اللي احنا محتاجينها. استاذ حضرتك يا استاذه اتفضل. دلوقتي احنا بالنسبه لينا برضه للمنطقه في شيء خطير جدا ومحدش واخد باله منه. بالنسبه للشباب الصغيره اللي عندنا مثلا في حدود من لغايه 28 سنه، الشباب دي بتتعاطى مواد مخدره بودره. تمام. وبيتعاطوا كلام دروكس وبتاع، لان التجار هناك في البساتين في بير ام سلطان كتير، ومفيش فيهم حد بيلتزم باي حاجه، فبالتالي ان الولد ما بياخد المخدرات دماغه بتبوظ، بالتالي بيحصل ينعكس على بيته وبيبقى مدمن. فاحنا بنناشد وزاره الصحه وسعادتك تبعت لنا العربيه او اللي هي بتاعت مليون 100 مليون صحه، وتبقى فيها كشف بالنسبه للادمان. قصدي حضرتك تنزل هيئه رقابيه على موضوع الادمان، تعمل تحليل للشباب في المنطقه بقى، اللي هو التحليل العشوائي ده للشباب كده في المنطقه. حضرتك نسبه الطلاق زادت جامد. من ايه؟ من الادمان. الادمان دلوقتي هو بقى ظاهره خطيره في البير. هو كارثه تاريخيه طبعا. ايوه تمام، كارثه تاريخيه، والموضوع مش سهل اكيد طبعا، بس احنا بنعمل اللي علينا واللي على ربنا بيعمله.
اكيد طبعا أنا اكيد. لا وعامه الاستاذ حسين برضو من المجاهدين في الموضوع ده من فتره كبيره، والراجل بيتمنى لكل اهالي بيرو وسلطان كل حاجه كويسه في مكان شغله، بيحاربها وما بيخليش اي حد يقف عنده بالنسبه للبياعين دول. طبعا ان شاء الله يعني نتمنى كل النداءات دي وكل التوصيات دي توصل لسيادة اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، وأنا عارفة أن حضرتك بتتفرج علينا، ومشكورا جدا 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 يا فندم لاستقبالك لينا، وإن شاء الله إن شاء الله يتغير حاجات كتير في بيرو مسلطان على إيد حضرتك ومجهودات حضرتك المبذولة إن شاء الله. تحب توجه أي حاجة سريعا قبل ما أختم؟ لا، هنشكر السيد اللواء أحمد جودة رئيس الحي ومسبقا، وإحنا يعني لو كنا ضايقناك ما تزعلش، ونوجه رساله برضه للست وزيره الصحه بانها تتسرع في موضوع العربيه دوت بتاع الادمان، ولعل وعسى ونشوف الست اللي هو هيعمل معنا ايه ان شاء الله خير. نداء اخير تحب توصله استاذ حسين الاسيوطي؟ يعني بقول يا رب ان البلد بتاعتنا تبقى احسن بلد. يا رب يا رب ان شاء الله. ونفسنا كلنا يعني كل واحد زي ما رئيس الجمهوريه بيعمل ويبني، نقف نبني زيه ونبني زيه. طبعا يا ريت حد يساعد رئيس الجمهوريه، سيد رئيس الجمهوريه مطحون مطحون مطحون. كان الله في عونه، وتحيه طيبه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشكورا لمجهوداته العظيمه المبذوله دائما لنا جميعا. بشكر حضرتك استاذ عادل محمد. أيوة. شرفتني في الاستوديو. بشكر حضرتك استاذ حسين، واتمنى ان يصل صوتك واهدافك توصل ان شاء الله وتتحل باذن الله. بشكركم جميعا، شكرا اعزائي المشاهدين ومتابعينا الكرام. انتظروا دايما الجديد والهام والهادف زي ما عودناكم في برنامجكم بيرو مسلطان، وعلى موعد ولقاء اخر ان شاء الله، ويا رب يا رب الحلقه الجايه نطلع ومعانا بهجه وانتصار ان احنا حققنا حاجه من الاهداف الجميله النبيله اللي نفسنا نحققها بجد في التغيير للافضل وللاحسن. وبتمنى من رب العالمين انه يحفظنا جميعا في هذه الجائحه الثانية من كورونا، وتعدي على خير يا رب، ونرجع تاني أحسن من الأول. وانتظرونا في كل ما هو هادف وجديد وهايم في برنامجكم تسليط الضوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.